أجرت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي اتصالا هاتفيا مع والدة كل من البطل الأولمبي أحمد الجندي والبطل الأولمبي محمد السيد، وأكدت لهما السيدة انتصار السيسي أن مصر والمصريين يفخرون برجليهما اللذين حققا إنجازا مشرفا يثبت حقيقة أن كل رجل عظيم خلفه امرأة عظيمة. كما أجرت قرينة رئيس الجمهورية اتصالا ببطلة مصر سارة سمير الملهمة في إرادتها وعزيمتها، ووجهت لها التحية والتقدير على إنجازها، موجهة الشكر للأبطال على إنجازهم الذي يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية.